السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط، وهذا الشوط هو شوط رمز وشوط الخنجر العمانيات لشوط أصحاب السمو والسعادة. هنا نتابع وإياكم الخنجر الذهبي، الخنجر الذهبي وانطلاقة هذه الأسماء. نشاهد وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط وشوط الزمول العمانيات. هنا نتابع الخنجر الذهبي زايد الرنج روفر الفوج. يا السلام يا هذا الشوط، نشاهد هذه الشعارات ونشاهد مقدمة الشوط مباشرة، والذهب الذهب 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 في الانتظار شوط الذهب والخنجر. نشاهد هنا في هذه اللحظات اندفاعة هذا الشوط والانطلاقة مع المركز الأول ومع ضيف أول الأسماء، ضيف على المقدمة وعلى الصدارة. نشاهد الهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يرافق ضيف في مقدمة الشوط مع الخنجر الذهبي. المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات، المركز الثاني بارود لهجن الشحانية ومع الذهبي سالم بن فاران المري من يتابع بارود على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع القدوم من المطلاع لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يرافق المطلاع على المركز الثالث. النقلة إلى المركز الرابع، نشاهد في هذه اللحظات الوصول من التبري على المركز الرابع هنا بشعار هجن الشحانية والبرنس جار الله بن عقيل من يتابع التبري اللي على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع هنا معزم لهجن المرقاب وبقيادة عبد الرحمن بن سالم بن صالح الجربوعي بالعرج هنا، وهذا هو شعار سعادة الشيخ فلاح بن جاسم الثاني. يا سلام مع المركز الخامس ومع معزم وخطير معزم اللي على المركز الخامس، شاهدناه في المحليات الماضية هناك وها هو يحضر معنا في الخنجر الذهبي. يا سلام يا هذا الشوط، شوط ذهب شوط الخنجر، شوط الخنجر هنا في هذه اللحظات للعمانيات. يا السلام العودة مرة أخرى إلى المقدمة وإلى التغيير اللي جرى وطرى مع المقدمة مع بارود لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري من يتابع بارود في المركز الأول في المقدمة، هنا المركز الثاني ويستعيد حقوقه المنهوبة اللي هو ضيف يعود مرة أخرى، يعود ضيف إلى المركز الأول مرة أخرى بشعار هجن الشحانية ومع المشاغب محمد بن خالد العطية. يا السلام يا هذه المقدمة، بينما النقلة على المركز الثالث نتابع المركز الثالث المطلع لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يتابع ويرافق المطلع على المركز الثالث. المركز الرابع التبري على المركز الرابع بشعار هجن الشحانية والبرنس جار الله بن عقيل من يرافق التبري اللي على المركز الرابع. المركز الخامس هو معزم لهجن المرقاب وبقيادة عبد الرحمن بن صالح بالعرج من يتابع هناك بريك. يا سلام يا سلام يا هذا الشوط، والعودة مرة أخرى إلى المقدمة إلى التنافس الشيق على الرينج روفر زائدا الخنجر الذهبي. يا سلام على هذا الأداء وهذا الانطلاق. هنا نشاهد ضيف اللي على المركز الأول على المقدمة، ضيف يا سلام يا سلام هنا بشعار هجن الشحانية منطلق ومن دفع ضيف على المركز الأول على الصدارة. نشاهد في هذه اللحظات طامعا وطامحا لنيل خنجر هذا الشوط الخنجر الذهبي. يا سلام على هذا الناموس المسائي وشوط من
من أشواط الذهب وأشواط الفضة في هذا المساء. نشاهد هنا ونتابع وإياكم هذا الشوط وهذه الأسماء المنطلقة. يا سلام يا ضيف بشعار هجن الشحانية، منطلق ومندفع هنا بهذا الأداء والانطلاق وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. يا سلام مع هذا الأداء. المركز الثاني نتابع هنا بارود أيضا قادم مع المركز الثاني، ويشكل الخطر الأكبر بما يحمل من إنجازات هنا مع بارود لهجن الشحانية. والذهبي من يعشق الذهب بجابر من يرافق بارود في هذا الشوط، سالم بن فاران المري. يا سلام مع المركز الثاني. نتابع هنا بارود بينما النقلة على المركز الثالث. نشاهد هنا في هذه اللحظات المطلع قادم وخطير المطلع لهجن الشحانية وبرفقة المشاغب محمد بن خالد العطية. يا سلام يا سلام بهذا الأداء والانطلاق مع المركز الثالث. المركز الرابع، ها هو الخطر قادم مع المركز الرابع، معزم يحمل الرقم واحد. يا سلام يا هجن المرقاب، وهنا بمتابعة عبد الرحمن بالعرج المري. يا سلام يا سلام في هذه اللحظات ومع المركز الرابع. المركز الخامس نشاهد في هذه اللحظات هنا التبري لهجن الشحانية، ومع البرنس ابو محمد من يرافق في هذه اللحظات، من يرافق التبري. يا سلام اركز يا ابو محمد باداء التبري وانطلاقته. هناك اسماء قادمة، هناك اسماء منطلقة مندفعة في هذا الشوط. نشاهد الشعارات والعودة مرة اخرى، العودة مرة اخرى الى ضيف مع انتصاف المسافة. يا سلام يا ضيف، والخنجر الذهبي بانتظار الفائز بالمركز الاول. نشاهد ضيف لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يرافق ضيف في المركز الاول وفي الصدارة. يا سلام يا سلام يا هذا الشوط والتحدي والمنافسة الشيقة هنا في هذه اللحظات. المركز الثاني بارود، يا بارود على المركز الثاني منطلق لهجن الشحانية، ومع الذهبي سالم بن فاران المري. يا سلام من يتابع بارود بهذا الأداء والانطلاق في الوصافة في المركز الثاني. المركز الثالث نتابع المطلع لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع، شوف اللي بدأ في هذه اللحظات، معزم لهجن المرقاب وبقيادة عبد الرحمن بن سالم بن صالح الجربوعي هنا بالعرج من يرافقه في التضمير. المركز الخامس التبري. السلام مع هذا الشوط والاندفاع. نتابع هنا الانطلاق، هنا التبري على المركز الخامس منطلق ومندفع بشعار هجن الشحانية وبرفقة البرنس جار الله بن عقيل من يرافق التبري على المركز الخامس. هذه النتيجة، ونشاهد وإياكم إقبالنا مع بوابة العبور إلى الذهب، إلى المنصة الرئيسية، إلى الحزام الأخضر، إلى حزام الناموس وحزام الفوز. يا سلام على هذا الأداء والانطلاق في المقدمة وفي الصدارة. نشاهد ونتابع، نتابع هذه الشعارات وانطلاقة ضيف. يا سلام، الخنجر الذهبي بالانتظار، زايد الرنج روفر الفوج. يا سلام، زايد الناموس، زايد الزعفران، زايد التتويج في هذا المهرجان الذي ايضا هنا في هذه اللحظات نشاهده في ارضية ميدان التحدي والمنافسة الشيقة مع شعارات اصحاب السمو. وهذا المهرجان المميز نشاهد في هذه اللحظات اندفاع الضيف، ضيف في المقدمة وفي الصدارة. نتابع ضيف. يا سلام، بدأنا بالجد، بدأنا في هذه اللحظات بالاندفاع، بدأت حرارة هذا الشوط بالارتفاع، بدأنا في هذه اللحظات بالانطلاق بالاندفاع التدريجي الى الخنجر الذهبي. يا سلام يا المقدمة، ضيف على المركز الاول على المقدمة. نشاهد ضيف لهجن الشحانية وبرفقة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني بارود لهجن الشحانية، ومع الذهبي سالم بن فاران
المري المركز الثالث معزم بدأ في هذه اللحظات بدأ يعزم معزم لهجن المرقاب وبقيادة عبد الرحمن بن سالم بن صالح الجربوعي هنا بالعرج مع معزم على المركز الثالث وخطير يا معزم خطير هنا ولكن المركز الرابع نتابع المطلع لهجن الشحانية والمشاغ محمد بن خالد العطية من يرافق المركز الخامس أول ندى لكفو لهجن الشحانية ومع الذهبي سالم بن فاران المري من يتابع هناك التبري أيضا قادم بشعار هجن الشحانية ومع البرنس جار الله بن عقيل المري يا سلام يا هذا الشوط يا سلام على هذا التحدي والمنافسة والثنائية في مقدمة الشوط ما بين ضيف وما بين بارود والخنجر الذهبي يحتار ما بين الذهبي وما بين المشاغب يا سلام يا هذا الشوط يا سلام يا هذا التنافس شوفوا التحدي شوفوا الإثارة شوفوا المتعة مع هذا الشوط وشوط الذهب شوط الخنجر وشوط الرنج روفر مع ضيف وبارود بارود وضيف وايضا ها هي الاندفاع ونشاهد واياكم هنا الانطلاق والاندفاع مع ضيف اللي على المركز الاول بارود على المركز الثاني معزم على المركز الثالث باندفاع هجن المرقاب المركز الرابع المطلع ايضا بشعار هجن الشحانية ومع المشاغ محمد بن خالد العطية كفو على المركز الخامس لهجن الشحانية والذهبي ولكن الله يا بارود بدأ يتسلل بارود بدأ ينطلق بارود يا سلام هناك مع الانطلاق والاندفاع بارود يا سلام وبوابة الكيلو المتر الأخير مع بارود اللي معودنا بالفوز ومعودنا بالنواميس ها هو بارود سجل حافل وانطلاقاته مع الذهب دائما وأبدا ومع الذهبي من يرافقه هنا في هذه اللحظات بينما ضيف يعود في هذه اللحظات وينطلق ولكن بارود الحزام الأخضر ولكن ضيف سلام يا ضيف على هذا الأداء وهذا التحدي يضيف ضيف هنا والخنجر الذهبي مع أيضا مع ضيف اللي انتزع بكل جدارة وبكل فوز واستحقاق نتابع ضيف لهجن الشحانية سلام وتحية واحترام وحد بنوك الانتاج أحد فحول المستقبل نشاهد ضيف سلام يا هجن الشحانية سلام يا مؤسسة هجن الشحانية سلام مع الخنجر الذهبي والرنج روفر الفوج سلام وتحية مع الفوز والناموس وها هو تشاهدون ضيف أمامكم وهو يمر على المنصة الرئيسية متوجا بفوزه بالخنجر الذهبي مع المشاغب محمد بن خالد العطية وتسلم يمينك يا ابو خالد تسلم يمينك على هذا الفوز سلام وتحية لهجن الشحانية وللمشاغب سلام على هذا الفوز وساعة وصوله الى خط النهاية منتزعا الخنجر الذهبي تهانينا والناموس المركز الثاني وصل بارود لهجن الشحانية وبرفقة الذهبي سالم بفاران المركز الثالث وصل كفو لهجن الشحانية ومع الذهبي سالم بفاران المركز الرابع وصل هزام لهجن الشحانية وأيضا برفقة المشاغب محمد بن خالد العطية المركز الخامس وصل معزم لهجن المرقاب وبقيادة عبد الرحمن بن سالم الجربوعي تهانينا والناموس على هذا الفوز شاهدت معنا ضيف اللي بدأ من بداية الشوط وهو في المقدمة هنا أيضا يحمل علامات الناموس شوفوا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله على هذا الفوز وهذا التحدي والمنافسة القوية شاهدنا ضيف وهو ينتزع الخنجر الذهبي سلام وتحية على هذا الناموس وساعة وصول ضيف إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس هنا التوقيت الزمني توقيت ضيف 13 دقيقة 4 ثواني 87 جزء من الثانية تهانينا لمؤسسة هجن الشحانية والتهنية موصولة لمضمره المشاغب محمد بن خالد العطية تسلم يبينك أبو خالد على هذا الناموس وانتزاعك لهذا الشوط الذهبي تهانينا والناموس المركز الثاني وصل بارود هنا في هذه اللحظات
المركز الثاني نشاهد بارود توقيته 13 دقيقة 10 ثواني 81 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني موصولة للذهبي سالم بن فهران المري. المركز الثالث وصل كفو توقيته الزمني 13 دقيقة 13 ثانية 93 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني موصولة للذهبي سالم بن فهران المري. تهانينا.